السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح الماس او الماثماتكس برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الاول. والنهاردة الحلقة بتاعتنا مهمة جدا، فيها 3 اجزاء مهمين. اول حاجة هنشرح يعني ايه place value او القيمة المكانية للأرقام. تاني حاجة درس مهم جدا برضو، وهو ال decomposing number او تحليل الأرقام، وده جزء مهم جدا. وتالت حاجة هنحل بعض الماس problems او المسائل الكلامية، وده جزء مهم جدا برضو بالنسبة لكم، فمحتاجين يكون معانا قلم وورق ونركز مع بعض. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا أصحابي بالنسبة لل place value أو القيمة المكانية للأرقام، أي عدد في الدنيا أو أي number بيتكون من digits أو من أرقام. يعني العدد أو الرقم الكبير بيتكون من digits أو أرقام مكتوبة جنب بعضها. فمثلا عندنا زي ما احنا شايفين قدامنا 32 أو 32. 32 أو 32، في هنا ال 3 موجودة في المكان الخاص بال tens، وال 2 موجودة في المكان الخاص بال units. يعني ال 3 هنا لو قلت لك 3 لوحدها هنا وقيمتها كام، هتقول لي دي 3 يعني قيمتها 3. طيب لو قلت لك بقى ال place value، ال place value أو القيمة المكانية بتاعتها ايه، هتقولي لا دي 3 بس المكان بتاعها في ال 10s، بس المكان بتاعها في ال 10s او في العشرات، يبقى دي 30 يعني 30، لان هي مكتوبة 3 قدامنا وده صح، بس هي موجودة في الخانة بتاعت ال 10s او العشرات. فال place value بتاعتها كام؟ فال place value بتاعتها 30 او 30. طب ال 2 هنا، ال 2 هنا قيمتها كام؟ هتقولي دي 2 يا مستر، هقولك شاطر. طب والplace value بتاعتها كام؟ هتقولي هي 2 برضو يا مستر، لان هي موجودة في الخانة او في المكان بتاع اليونتس او بتاع الاحاد، فهي برضو هتفضل زي ما هي 2 او 2. فهنا لما اقولك قولي الplace value بتاع كل رقم من الرقمين دول في العدد اللي هو 32، هتقولي 3 موجودة في التنز، هنكتب هنا 3، وال 2 موجودة في اليونتس، هنكتب هنا 2. طب بالنسبة هنا لل 27 أو ال 27، تقدر تقول لي ال 2 هنا قيمتها كام؟ شاطر، هي 2 زي ما هي. طب ال place value بقى، ال place value القيمة المكانية بتاعتها كام؟ شاطر، هي 20 أو 20، لأن هي 2 أي نعم، بس موجودة في المكان بتاع ال 10s أو بتاع العشرات، فبالتالي هي 20 او 20، فهنكتب ال 2 هنا تحت ال 10s. طب ال 7، ال 7 اللي جنبها دي، هل يا ترى القيمة بتاعتها كام؟ هتقولي القيمة بتاعتها 7، ال value بتاعتها 7. طب وال place value، ال place value او القيمة المكانية بتاعتها كام؟ هتقولي برضو 7، لان هي موجودة في المكان بتاع اليونتس او الاحاد، فهي زي ما هي 7 برضو، فهنكتبها هنا تحت اليونتس 7. طب ال 58 دلوقتي place value بتاعت ال 5 دي كام؟ شاطرين، 50 او 50. ليه؟ لان هي 5 اي نعم، بس هي موجودة في المكان بتاع ال 10s او بتاع العشرات، فهي 5 عشرات يعني 50 يعني 50، فهنكتبها هنا ال 5 دي هنكتبها تحت ال 10s هنا وهنكتب 5. اما ال 8، ال 8 ال place value بتاعتها كام يا اصحابي؟ شاطرين، 8 زي ما هي، فهنكتب ال 8 في اليونتس زي ما احنا شايفين قدامنا. طب بالنسبة لل 43، ال 43 او ال 43، ال place value بتاعت ال 3 دي كام؟ شاطرين، هي 3 زي ما هي، لان هي موجودة في اليونتس. طب بالنسبة لل 4، ال 4 ال place value بتاعتها كام في النمبر ده يا اصحابي؟ شاطرين، 40 او 40، لان هي 4 اي نعم، بس موجودة في المكان بتاع ال 10s او بتاع العشرات،
فهي 4 tens أو 4 عشرات، يعني 40 أو 40. ده أول جزء في درس النهاردة، وهو الـ place value أو القيمة المكانية بالنسبة للـ numbers أو الأرقام. أي number في الدنيا بيبقى عبارة عن some digits أو بعض الأرقام اللي مكتوبة جنب بعضها. فاحنا لما نحب نحدد الـ place value أو القيمة المكانية لأي digit، لازم نشوف هو موجود في الـ tens ولا في الـ units، وبالتالي نقدر نعرف الـ place value بتاعته أو القيمة المكانية بتاعته. وتعالوا نروح للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. وطبعا يا أصحابي احنا خلاص عرفنا الـ place value أو القيمة المكانية للأرقام، عرفنا ايه الأرقام الكبيرة اللي بتبقى موجودة في الـ tens، وعرفنا ايه الأرقام الصغيرة أو اللي قيمتها صغيرة اللي بتبقى موجودة في الـ units أو في الأحاد. دلوقتي خلاص عرفنا ايه هي الأرقام الكبيرة وايه هي الأرقام الصغيرة، عايزين نعرف نعمل ترتيب للأرقام. فالترتيب التصاعدي اسمه ascending order، والترتيب التنازلي اسمه descending order. الـ ascending order أو الترتيب التصاعدي ده يا أصحابي بيبقى من الرقم الصغير أو from the smallest number to the largest number أو للرقم الكبير. فتعالوا نشوف المثال ده نحله مع بعض. بيقول لنا هنا يا أصحابي write the numbers below، اكتب الأرقام الموجودة بالأسفل in ascending order. in ascending order بشكل تصاعدي أو في ترتيب تصاعدي. ومدينا مجموعة من الـ numbers أو الأرقام، أول رقم 39 20 18 5 31. عايزين نعمل rearrange أو نعمل ترتيب للـ numbers دي ونكتبها في شكل ascending order أو ترتيب تصاعدي. أنهي رقم من الأرقام دي يا أصحابي هو أصغر رقم؟ شاطرين، الفايف. فهنشطب على الفايف وهنكتب هنا فايف. طيب إيه الرقم اللي أكبر منه على طول؟ شاطرين، الـ 18. 18 هو الأكبر منه على طول، فهنشطب على الـ 18 وهنكتب هنا 18. ايه الرقم اللي اكبر من الـ 18 على طول؟ شاطرين، 20 او 20، فهنشطب على الـ 20 وهنكتب 20 هنا. وانا ليه بقول لكم اشطبوا على اي رقم تكتبوه تحت؟ علشان ما تتلخبطوش وترجعوا تختاروه تاني. طب ايه الرقم اللي اكبر من الـ 20 على طول بعد كده؟ الـ 39 ولا الـ 31؟ شاطرين، الـ 31. فهنشطب على الـ 31 وهنكتب هنا 31. وطبعا مفيش قدامنا غير الـ 39 هو أكبر رقم وهو آخر رقم، فهنكتب هنا 39. بكده احنا عملنا ascending order أو ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير، وقدرنا نحدد قيمة كل رقم. كتبنا الصغير في الأول وبعدين كتبنا الكبير. تعالوا نحل مثال تاني بس على الـ descending order أو الترتيب التنازلي. فهنا بيقول لنا write the numbers below، اكتب الأرقام الموجودة بالأسفل in descending order. in descending order في شكل تنازلي بترتيب تنازلي من الأكبر للأصغر. فمدينا هنا 14 52 40 27 15. المفروض في ال descending order أو في الترتيب التنازلي بنكتب الكبير الأول وبعدين بنكتب الأصغر منه لحد ما نوصل لأصغر رقم في الأرقام اللي موجودة قدامنا. فعندنا هنا 5 numbers أو 5 أرقام، عايزين نشوف أكبر رقم فيهم. حد يقدر يقول لي إيه أكبر رقم في الأرقام اللي قدامنا؟ شاطرين كلكم، الـ 52 صح. فهنشطب على الـ 52 وهنكتب هنا 52. طب إيه الرقم اللي أصغر من الـ 52 على طول؟ شاطرين يا أصحابي، الفورتي طبعا. فهنشطب على الفورتي وهنكتب هنا 40. طب ايه الرقم اللي أصغر من الفورتي على طول؟ شاطرين، الـ 27. الـ 27 أو الـ 27، فهنشطب على الـ 27 وهنكتب هنا 27 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب ايه الأصغر من الـ 27 على طول؟ الـ 15 ولا الـ 14؟ شاطرين، الـ 15. فهنشطب على الـ 15 وهنكتب هنا 15. طب ايه الأصغر من الـ 15 على طول؟
شاطرين ال14 وهو اصلا اخر رقم قدامنا، فهنكتب هنا 14 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده وعرفنا نحل مع بعض الاسندنج اوردر والديسندنج اوردر. عايزكم تتدربوا عليهم، وما تنسوش ascending يعني تصاعدي وdescending يعني تنازلي. لازم نكون حافظين الكلمتين كويس ونبقى فاهمين يعني ايه ascending ويعني ايه descending. واخر حاجة هناخدها في الجزئية دي الباترن، الباترن او النمط. يعني ايه باترن او يعني ايه نمط؟ الباترن او النمط هو حاجة او رقم او حاجة بتحصل بشكل متكرر، بحيث ان احنا نقدر من كتر ما هي بتتكرر نتنبأ بيها ونعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. فعندنا في النمبرز او الارقام، لما انا اقول لك 2 بعد كده وبعد كده ازود في عقلي 2 واقول لك 4 وبعد كده ازود كمان واقول لك 6، لما اجي اقول لك الرقم اللي بعد كده هيكون كام، فانت طبعا على طول هتعرف ان انا الباترن بتاعي بزود 2 كل مرة، فهتقول لي على طول يا مستر يبقى 8، 2 وبعدين 4 وبعدين 6، يبقى انت بتزود 2 كل مرة، يبقى المرة الجاية هتزود 2 كمان، 2 على 6 هيبقى 8. اقول لك شاطر، انت كده فاهم يعني ايه pattern، pattern او نمط. فاحنا عندنا في المنهج بتاعنا لازم نعرف يعني ايه pattern، pattern او انماط. طبعا لما اجي اجيب لك مجموعة من النمبرز زي ما احنا شايفين قدامنا واقول لك write the missing number below، اكتب الرقم المفقود او الناقص بالاسفل، ومدي لك 44 وبعدين space او blank او مكان فاضي، وبعدين 46 وبعدين space او blank او مكان فاضي، وبعدين 48. فانت طبعا هتفكر كده وتقولي ال 44 بعد منها على طول 45، فهيبقى هنا في 45. هقول لك شاطر، بعدين هنزود واحد هيبقى 46، 46 يبقى انت صح. بعدين في هنا بلانك او في مكان فاضي هنكتب فيه 47، لان انت هتزود واحد كمان هيبقى 47. هقول لك شاطر، ولما نزود واحد كمان هيبقى 48. يبقى انت كده فهمت يعني ايه pattern وعرفت تحدد الميسنج نمبرز او الارقام الناقصه. تعالوا ناخدها بشكل تاني. هنا بيقول لنا 25 28 31 34، وبيقول لنا follow the pattern، follow the pattern اتبع النمط، and write the number that comes next، واكتب الرقم اللي هيجي بعد كده. فزي ما قلنا 25 28 31 34، هنا المفروض ال 25 زود عليها 3 بقت 28. ال 28 لو عدينا على صوابع ايدينا 29 30 31، يبقى زود 3 كمان، يبقى هنا ايه بيزود 3 كل مرة، زود عليها 3 كمان بقت 34. يبقى المفروض الميسنج نمبر المفروض طبقا للباترن ده او according to this pattern او طبقا للنمط ده هو بيزود 3 او 3 كل مرة، يبقى نزود على 34 ده 3. يبقى المفروض هنعد على صوابع ايدينا نقول 35 36، يبقى المفروض هنا 37، 37 او 37. يبقى هنا الميسنج نمبر كام؟ 37. شاطرين كلكو. وهو ده الباترن او النمط، لازم نكون عارفينه وعارفين يعني ايه باترن او نمط، وفاهمين ازاي بنقدر نعرف الانماط، بنشوف الارقام مكتوبة ازاي والفرق بينهم قد ايه، نشوف الفرق ده لو متكرر ونقدر نحدده هنعرف نحل ونجيب الارقام اللي بعد كده طبقا للنمط ده او الباترن اللي بيبقى قدامنا. وتعالوا نروح للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. لازم كمان يا اصحابي نكون عارفين ازاي نعمل complete the missing number to make 10، to make 10 ان احنا نكون 10، نقدر نجمع قدامنا number 10 او رقم 10. فلما اجي اقول لك 5 plus كام equal 10، انت طبعا اسهل حاجة تعملها ان انت تعد على صوابع ايدك، بعد الفايف هتلاقي 6 7 8 9 10، هتقولي يبقى 5 plus 5 equal 10. هقولك شاطر، صح، طريقة سليمة وصح الحل. المهم ان انت قدرت تعمل complete وتعرف الميسنج نمبر علشان نعمل complete to make 10 ونقدر نكمل ونوصل لرقم 10. طب لما اجي اقولك 10 equals العشرة بتساوي 2 2 plus كام؟ شاطرين كلكم، plus
هنعد على صوابع ايدينا هنلاقيها plus 8 او زائد 8. طب كام مسافة plus 3 زائد 3 equals 10؟ يبقى احنا عندنا هنا 3، عايزين نعرف الفرق او الرقم اللي بيكملها علشان توصل لنمبر 10. هنعد على صوابع ايدينا برضو بعد 3 4 5 6 7 8 9 10، هنلاقي نفسنا على صوابعنا 7 صوابع يعني 7، فهنكتب هنا 7، يبقى 7 plus 3 equal 10. وآخر حاجة 10 equals 10 بتساوي مسافة plus 8. كام plus 8 equal 10؟ هنعد بعد ال 8 9 10، فهنلاقي 2، يبقى ال 10 يبقى ال 10 equal 2 plus 8، العشرة بتساوي 2 زائد 8. وتعالوا نروح للجزء اللي بعد كده ونوصل لجزء مهم جدا في درس النهاردة، وهو الـ Decomposing Numbers أو تحليل الأرقام. إزاي بنعمل Decompose أو تحليل للأرقام؟ نعرف كل رقم بيتكون من مجموعة أرقام. إحنا خدنا من شوية إزاي نكمل الأرقام لحد ما نوصل لنمبر 10، فقدرنا نجمع على صوابعنا ونكمل لحد ما نوصل لـ10. دلوقتي انا هقولك مجموعة ارقام بقى هنحللها مع بعض، وهنعرف يعني ايه نحلل الارقام ونكسرها ونعرف الفرق ونعرف المكونات بتاعت الارقام. فمثلا لما اجي اقولك حلل لي رقم 4، يعني ايه حلل لي رقم 4؟ يعني قول لي 4 ده ممكن اجمع ايه على ايه يديني 4. هتقول لي مثلا يا مستر ممكن اقول 3 plus 1 او 3 زائد 1 equal 4. هقول لك شاطر. اقول لك في اجابة تانية ممكن تحلله او تعمله decompose بشكل تاني، هتقول لي اه يا مستر 2 plus 2 equal 4. هقول لك والله شاطر، صح، دي اجابة تانية صح برضو. هقول لك في اجابة تالتة ممكن برضو نعمل decompose لنمبر 4 وتقدر تجيب لي حل تالت، هتقول لي اه مش عارف. هقول لك اه في اجابه تالتة، هتقول لي ايه هي يا مستر؟ هقول لك 4 plus 0 equal 4. لو جمعت الصفر على اي رقم، الرقم ده ما بيتغيرش بيفضل زي ما هو، فدي تعتبر اجابه صحيحه. ده اسمه decompose numbers او تحليل الارقام. ولازم نعرف الجزء ده مهم جدا بالنسبه لنا. تعالوا نحل بعض الامثله عليه وتعالوا نشوف بيجيلنا ازاي في الأسئلة. هنا مدينا مجموعة أرقام بيقول لنا أعمل لها decompose أو حللها وجيب لنا المكونات بتاعتها. فمدينا أول حاجة الـ number 9. number 9 ونازل منه دايرتين. المفروض 9 ممكن يتحلل أو يحصل له decompose لـ A plus A. شاطرين، ممكن واحد يقول لي 2 plus 7 2 زائد 7. واحد تاني ممكن يقول لي 3 plus 6، نكتب هنا 3 ونكتب هنا 6، اقول له شاطر. ممكن واحد تالت يقول لي 1 plus 8 1 و8. ممكن واحد رابع يقول لي 4 plus 5 4 زائد 5. يبقى احنا كده عرفنا نعمل دي كومبوز لنمبر 9. طب نمبر 5 او رقم 5 ممكن نعمل له دي كومبوز او نعمل له تحليل لرقم كام plus كام؟ شاطرين، 1 plus 4 1 زائد 4. ممكن ايه كمان؟ 2 plus 3 2 زائد 3. طب number 8 ممكن ايه المكونات تكون بتاعت number 8؟ شاطرين، 1 plus 7 1 زائد 7. ممكن ايه كمان؟ 2 plus 6 شاطرين 2 زائد 6. ممكن ايه كمان؟ 3 plus 5 3 زائد 5. كل دي مكونات لنمبر 8. وتعالوا نحل شكل تاني من الأسئلة على الجزء ده. بيقول لنا هنا يا أصحابي find the result، find أوجد the result النتيجة using مستخدما decomposition، decomposition التحليل of number للأرقام. يبقى احنا عايزين نحلل الأرقام ونوجد النتيجة طبقا لل decomposition أو تحليل الأرقام. فهنا بيقول لنا 5 plus 9 5 plus 9 equal مسافة space. فبيقول لنا after decomposing 9، لو انا قلت لك بعد تحليل 9 هنلاقي 9 بتتكون من 4 plus 5 5 زائد 4، يبقى المفروض
ان انا لو قلت 5 plus 5 بيبقى 10، يبقى نكتب هنا 10، يبقى 10 plus 4 equal كام؟ equal 14. يبقى المفروض 5 plus 9 equal 14. فاكرين لما قلنا من شوية find the missing number to complete 10، ان احنا نوجد الرقم الناقص علشان نكمل 10. هنا بنعمل decomposing للnumbers او تحليل للارقام علشان نحل المسائل بشكل اسهل. هو عمل decompose لnumber 9 هيلاقيها 5 plus 4. 5 plus 4 4 زائد 5 بتساوي 9، فعلا بتساوي 9. فراح جامع ال 5 الاولانية بتاعت ال 9 على ال 5 اللي هو بيجمعها اصلا في المسألة، بقت 10. يبقى هو بقى ما عنده 10 في ايده كده، هوت ماسكها في ايده. ال 10 دي لما هيزود عليها 4 plus 4 هيبقى 10 plus 4 equal 14 زي ما احنا شايفين قدامنا. يبقى هو عارف على طول من نفسه كده ان 5 plus 9 equal 14، فهنكتب هنا 14. شفتوا ازاي ال decomposing numbers او تحليل الارقام بيسهل علينا حل المسائل؟ تعالوا ناخد مثال تاني مع بعض. 7 plus 6 equal كام؟ فهو بيقول لنا هنا after decomposing 6، بعد تحليل الستة، ممكن نحلل الستة الكام والكام علشان نخلي 7 دي تبقى 10. تعالوا نعد على صوابع ايدينا بعد 7 علشان نعمل complete لل 10. هنلاقي 8 9 10، يبقى 3 plus 7 equal 10. يبقى هنحول ال 6 ل 3 plus 3، 3 زائد 3 بتساوي 6. يبقى هنعمل decompose لل 6 هنا، هنكتب 3 plus 3، يبقى 7 plus 3 equal 10. يبقى هنا هو كمل لنا 10 تحت هنا، 10 plus 3 هتلاقيها 13 طبعا. ويبقى هنا ويبقى عرفنا من نفسينا ان 7 plus 6 equal 13 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تعالوا ناخد مثال ثالث. بيقول لنا هنا 15 minus يعني ناقص 6 equal كام؟ طبعا هو بيقول لنا after decomposing 6، بعد ما نحلل ال 6، بعد ما نعمل decomposing لل 6 او نعمل لها تحليل للارقام اللي بتكونها، فبيقول لنا 15 minus كام minus كام. لو 15 شلنا منها كام تبقى تاني يا اصحابي؟ طب هنلاقي 15 minus 5، شيل من ال 15 5 هتلاقيها بقت 10. يبقى ال 15 هنعمل منها minus 5 هنا، يبقى كده هنعمل decompose لل 6 5 plus 1، هو 5 plus 1 equal 6. يبقى هنا 15 minus 5 equal 10، وال 5 ويبقى ناقص 1 كمان، نحط ال 1 هنا. يبقى هنا بمعنى تاني 10 minus 1 اللي هو الوان الاخراني ده اللي لسه ما طرحش equal كام؟ equal 9. لو شلنا من ال 10 1 هتبقى 9. يبقى كده عرفنا ان ال 15 minus 6 equal 9. مرة كمان هو قال لنا نعمل decompose لل 6 ده، وقال لنا نخليه رقم من الرقمين اللي بيكونوه يساعد ال 15 دي ويخليها 10 او 10. طب فطبعا لما حسبنا لقينا ان ال 15 دي بتتحول ل 10 لما نشيل منها 5. يبقى ال decompose او التحليل بتاع ال 6 ده المفروض جزء منهم هيبقى 5، يبقى هنكتب هنا 5. هنلاقي ان ال 5 ناقصها 1 عشان تبقى 6، يبقى هنا هنكتب 1. لما نشيل من ال 15 ال 5 الاولانيه بقت 10، لسه ايه ما طرحش ال 1، هنحط ال 1 هنا، هنشيل ال 1 من ال 10 هتبقى 9. يبقى 15 minus 6 equal كام يا اصحابي؟ equal 9. 14 minus 7، فبيقول لنا after decomposing 7، بعد تحليل رقم 7، 14 minus كام equal 10. احنا عايزين نحلل number 7 ده ونقسمه لجزئين، جزء منهم يحول ال 14 ده او يساعدها ان هي تبقى 10، والجزء الباقي نكتبه هنا. شاطرين، ال 14 minus 4 equal 10، يبقى ناقص لنا هنا 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. هنحلل ال 7 ل 4 و 3، ال 4 اتشالت من ال 14 خلتها 10، يبقى ناقص هنا 3 هنطرحها من ال 10 اللي تحت دي. لو قلنا 10 minus 3 هنلاقيها 7، يبقى هنعرف بمنتهى السهولة ان ال 14 minus 7 equal 7. تعالوا ناخد مثال اخير على الجزئية دي. طب لو قلت لك 9 plus equal كام؟ هو بيقول لنا هنا after decomposing 6،
بعد تحليل الستة هو عايز يخلي الناين دي تبقى تن، فهتحتاج كام عشان تبقى تن؟ هتحتاج ون، هنكتب هنا ون. يبقى عملنا دي كومبوز للسكس لون ورقم تاني، الرقم التاني اللي بيكمل السكس هنلاقيه فايف، لو جمعنا الفايف على الون ده هتبقى سكس. يبقى نكتب هنا ون علشان نساعد الناين دي تبقى تن، ونكتب هنا فايف، يبقى بقت تن بلس فايف اللي لسه ما جمعناهاش على حد دي، يبقى تن بلس فايف كام يا أصحابي؟ فيفتين. يبقى عرفنا كده بمنتهى السهولة ان 9 بلس 6 equal 15 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون عرفنا يعني ايه decomposing numbers او تحليل الارقام، ونتنقل لاخر جزء في درس النهاردة وهي حل بعض الword problems او بعض المسائل الكلامية. وتعالوا نروح نحل بعض المسائل الكلامية، خليكم معايا. طبعا يا اصحابي احنا لسه بنشرح مع بعض المنتال ماس، الرياضة العقلية، ازاي بنستخدم عقلنا بشكل منظم، وخدنا الاستراتيجيات بتاعة المنتال ماس، والنهاردة بنحل بعض الورد بروبلمز او المسائل الكلامية على المنتال ماس. واول وورد بروبلم معانا بيقول لنا روبرت has five more cherries than جون. روبرت ده اسم ولد، اسمه روبرت، has لديه يملك five more cherries، مع خمس كريزات، cherries اللي هو الكرز الكريز يعني، مع خمسة زيادة five more cherries than جون، أكتر من جون. جون has eight cherries، جون معاه تمن كريزات، تمانية من الكريز. How many كم عدد does Robert have يملك روبرت؟ فهو بيقول لنا روبرت مع خمسة زيادة five more than جون، أكتر من جون، وجون معاه eight مع تمانية. يبقى how many does Robert have، كم واحدة روبرت يملك؟ نكتب هنا eight زي ما احنا شايفين، plus الفايف بتاع الفايف اللي هي الفايف مور، هنكتب هنا 8 اللي هم مع جون، وهو قال لنا روبرت مع خمسة زيادة، فهنكتب هنا الفايف الزيادة دول علشان نعرف روبرت مع قد ايه. وهنا بيقول لنا after decomposing 5، بعد تحليل الفايف المفروض ال 8 plus كام equal 10. شاطرين، ال 8 plus شاطرين 2، عد على صوابعك كده هتلاقي 9 10، يبقى ال 8 plus 2 equal 10. يبقى ناقص كام لما نحلل 5 دي ل 2؟ هيبقى ناقص ليها كام علشان تبقى 5؟ شاطرين 3، عد على صوابع ايدك بعد ال 2، 3 4 5، هتلاقي على ايدك 3 صوابع، يبقى ايه 2 plus 3 equal 5. احنا جمعنا هنا 2 على ال 8 وكوننا 10، يبقى ناقص 3، هنكتب 10 plus 3 equal كام؟ equal 13. شاطرين كلكو. يبقى احنا هنا زي ما كتبنا فوق 8 plus 5 هتبقى equal 13 زي ما احنا شايفين قدامنا. تعالوا ناخد مسألة تانية. Alex ده اسمه ولد، has 9 jelly beans، معاه او يملك 9 حبوب من الجيلي اللي حبوب الجيلي الصغيرة. كم has 8 jelly beans، كم معاه 8 jelly beans او 8 حبوب من الجيلي. How many jelly beans do they both have، كم من حبوب الجيلي هما الاثنين بيملكوا؟ يبقى واحد معاه 9 والتاني معاه 8. تعالوا نجمع هنا 9 plus 8 equal كام؟ هتلاقيها 9 plus 8 equal، عدوا على صوابع ايدك هتلاقيها 17. هو بيقول لنا هنا لازم كمان نعمل decompose لل 9، فبيقول لك هنا after decomposing 9، بعد تحليل رقم 9 عايزين نخلي ال 8 تبقى 10. يبقى هنا عندنا ال 8 لان احنا مش هنعملها ديكومبوز، احنا هنعمل ديكومبوز لل 9 زي ما هي مكتوبة. هناخد نزود عليها كام علشان تبقى 10 يا اصحابي؟ عد على صوابع ايدك بعد ال 8 9 10. يبقى هناخد 2 من ال 9 ونحطها على ال 8 علشان تبقى 10. المفروض لما نعمل ديكومبوز لل 9 ونشيل 2 من ال 9 هيتبقى معانا كام علشان نكمل 9؟ شاطرين 7. يبقى ايه هنا 2 plus 8 equal 10، يبقى لسه ناقص
7 معانا، هنلاقي 10 plus 7 اللي احنا لسه ما استخدمناهاش هنلاقيها 17، يبقى الرقم مطابق للحل اللي احنا حليناه فوق، يبقى 10 plus 7 equal 17. شاطرين كلكم. يبقى 9 plus 8 equal 17. شاطرين كلكم. وتعالوا نحل مثال كمان. بيقول لنا هنا أنا has 19 strawberries، أنا عندها 19 strawberries، 19 فراولاية. Charlie has 8 more than Anna، تشارلي معاه 8 أكتر من أنا. How many strawberries، كم strawberry أو كم فراولاية does Charlie have، does Charlie have، تشارلي يملك، هي معاها 19 وهو معاه 8 more، 8 زيادة. فالمفروض هنجمع 19 plus 8 equal، قد كده بعد 19 8 على صوابع ايدك 20 21 22 23 24 29 26 27. شاطرين 27. يبقى ايه بعد ما نحط ال 8 على ال 19 هنلاقيها 27. طب تعالوا نعمل decompose لل 19 او لل 19 علشان نكمل ال 8 دي ل 10. فلو قلنا هنا ال 8 نزود عليها كام علشان تبقى 10؟ شاطرين هنزود عليها 2. يبقى هنحلل ال 19 دي ل 2 وجزء تاني، الجزء التاني ده هو كام؟ شاطرين هو 17. بالقلم والورقة لما تشيلوا من ال 19 2 هتلاقوها 17. يبقى عندنا هنا 10 اللي هي ال 8 plus 2 17 اللي هي الجزء الباقي من ال 19، هنلاقيها برضو 27 أو 27. يبقى الحل الأولاني بتاعنا صحيح بشكل سليم. وبكده نكون عرفنا يعني ايه decomposing numbers، ونكون ضربنا شوية على حل ال word problems أو المسائل الكلامية، وعرفنا يعني ايه place value، وعرفنا يعني ايه ascending order و descending order. رجعنا مع بعض على المعلومات دي وعرفنا المعلومات الجديدة الخاصة بدرس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.